تقديم صورة إيجابية للوطن والمواطنين بخارج البلاد تبقى مسؤولية كل تشاد وتشادية، لأنه يعتبر كسفير لبلده تشاد في البلد الذي يسافر إليه، وبالتالي فإنه يكون مطالبا بتقديم هذه الصورة الإيجابية. فضمن هذا الإطار، فإن المواطنين التشادين الذين يسافرون الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج التي تعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام مطالبون أكثر بتقديم صورة إيجابية عن التشادين، بحيث أنهم سيلتقون بملايين البشر القادمين من مختلف جهات العالم لأداء هذه الفريضة التي يجب أن يتحلى فيها الحاج بالأخلاق الإسلامية الحميدة. لذلك فإن الحاج التشادي يجب عليه أن يعكس هذه الصورة الإيجابية، ذلك من البداية وحتى النهاية، بخاصة أنه قد تلقى دروس مفيدة من لجنة المرشدين والمرشدات التي وضعتها اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة بهدف توعية الحجاج حول أركان الحج أولا، ومن ثم حول كيفية التعامل مع مختلف الحجيج بالأراضي المقدسة. ومن جانب آخر، ومن أجل تنظيم الحجاج التشادين، فإن اللجنة قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها بأن تساعد في عملية التنظيم الجيد. إجراءات منها تتمثل في وضع علامات خاصة لأفراد كل مجموعة من مختلف المجموعات التشادية. طالبت اللجنة أيضا تعاون السفارة التشادية بالمملكة العربية السعودية خلال مدة الحج التي قد تستمر ل45 يوما، ذلك من أجل تقديم صورة إيجابية لتشاد، لأن تقديم صورة إيجابية لتشاد هي من المطالب الرئيسية لسلطات البلاد العليا في كل خطوة يخطوها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بخارج البلاد. أنتوا كل الحجاج أنتوا تنظموا نفسكم، أنا نجيب لكم الحاجات، لكن كان ما تنظموا نفسكم ما يكون، عشان ده سوينا لكم براسيلي، سوينا لكم باتش. نادم كان جاي شفتوا قايد وما عنده براسيلي، ما عنده باش وما عنده شغل آخر، معناتها سين سكواتير، معناتها نادم جاء ما كفى أجارة ودخل فوقكم. انتو يا تدنوسه ما شاء الله بكن انا نادم كان شفتوا نادم ما بيشاب لكم حج تشادي دابار انتو تدنوسه ده هبا النظام يجي يمرق لكم برا عشان ده كله فكروا فوقا عشان اي ما واحد انت بكن حق نادم كان مال حج حقنا تشادي لكن ما شاء هناك ما لقي ما تلا حق ولا ما لقي بكن برغوت وسيتو كان شفت نادم انا الاورجانيزاتور ده كله سوينا نظام عشان اي ما واحد يكون مرافق انا الحجاج عندنا شغل ينادو جيلي خلق خاص بدرابو حقنا وباللوغو حقنا وقاعد فوق الحرم دا تشيفه لأن نادم دا أورغانيزاتير بلوخ للأورغانيزاتير أنا مالكيت بكان وبدا كله قلنا أي ما شاف دي فول ناس اللي هو مسؤول فوق 150 نفر دا من ما يمشي من هنا من مدينة من مكة من ميناء من عرفة كان مالكيت بكان سكنة قلنا لازم يبلخونا نعرفوا ماله كان محج ما أكل لازم يبلغونا ما له عشان نحن مسؤولين في ده ربنا خطانا مسؤول له عشان نخدمه الحجاج عشان وأي ما واحد كان شغل ده ما وفرنا الله بسألنا عشان ده ما نلعبه فوق عشان ده لازم الحجاج كله يسألوا كان كلمونا فيها أكثر من 1000 تشادين موجودين هناك في المملكة العربية السعودية دخلوا في حجاج تشادين لأخواننا الساكنين هناك عندكم نظام التسوق حج المملكة ذاتك السعوديين الموجودين هناك كان سويت حج قبل 5 سنة ما بخلوك تسوي حج وانتو كل سنة واحدين ببو حاجات واحدين بيسوي أكل واحدين تدخلوا في حجاج وتجي تسكنوا مام وتسوي سوق هناكم الله بسألكم السنة ما ندورو برجلة عشان ده خلي أي ما واحد بفهم كويس لأن السنة فاتت نحن شلنا بس 4000 حجاج و1000 نفر تدسة في بكان 4000 يقود ده يشيلوا ما بيشيل عشان ده خلي أعمل حسابكم كل ما نار واحد بيزيد البكان يكون ضيق عشان هنا اي ما واحد اللي ينتوب باش ده في عدد انا سكان هناك ينتوب متر في 76 في 50 معنى اي الارض كي يقسم لك انت 4000 حجاج اوكي ينتوب اي ما حج عند متر 76 في 50 سنتي وده كان زيت 1000 نفر زياده ده ما بيشيلنا عشان ده اي ما واحد خليه يقعد في بكان الحصه في جده حق قايد ولا في مكه قايد.